حلل في الحلق القرار حرام بالنسبة للنساء؟ وهل ثقب الأذن من أجل ذلك مكروه ويعد من التغيير في خلق الله؟ جزاكم الله خيرا. كأنه يسأل عن لبس الذهب المحلق. الذهب المحلق لا بأس بلبسه للنساء كالخاتم وما يوضع في الأذن أو في الأنف، لا بأس بلبس الذهب المحلق عند جماهير أهل العلم، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة. وأما القول بأنه لا يجوز للنساء لبس الذهب المحلق فهذا قول شاذ لا معول عليه عند أهل العلم. فالمرأة تلبس ما جرت العادة بلبسه من الحلي على أي شكل كان مما جرت به العادة، لأنه من زينة النساء، والمرأة بحاجة إليه، حاجة إلى الحلي. وأما ثقب الأذن لأجل وضع الحلي فلا بأس بذلك، لأن هذا لمصلحة ولغرض صحيح، ولأنه لا يضر بالبنت، لا يضر بها، وهو لمصلحة ولمقصد صحيح فلا بأس به.